وعلى مشاهدينا الكرام، بشأن صراع السياسي في العراق معنا سيد مصطفى كامل هاتفيا من اسطنبول، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك سيد مصطفى. إذا لم يحسم حتى الآن أعلان الحقائب الوزارية من عدمها كاملة، في الوقت الذي أكد فيه نواب أن هذه الحكومة الجديدة والحقائب الوزارية لن تعلن كاملة إذا قدمت، يعني إلى ما ترجع هذا التلكؤ في إعلان الحكومة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حياك الله. الأنباء تشير إلى أن خلال ربما النصف ساعة القادمة سيتم تقديم الأسماء والحقيبة الحقائب الوزارية شبه كاملة إلى مجلس النواب في المنطقة الخضراء. في كل الأحوال سيبقى الصراع مستمرا بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية، سواء قدمت هذه التشكيلة من الحقائب الوزارية كاملة أم لم تقدم. ولكن النائب عبد الأمير المياحي قال إن التصويت السري هو فخ للإطاحة بحكومة عبد المهدي، يعني ما الذي يريد أن يطيح بعبد المهدي بحسب رأيك أستاذ مصطفى؟ لماذا أيضا اعتمد هذا التصويت السري الذي قال عنه نواب في مجلس النواب إنه سيمرر شخصيات فاسدة؟ أنا باعتقادي لحد الآن لم تحسم عملية التصويت بين سري أو علني، لكن في كل الأحوال بموضوع الصراع بين ومن سيسقط هذه الحكومة، عادل عبد المهدي فرض على بعض الأطراف تحديدا الشيعية في مجلس في الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي هذه الأطراف التي فرض عليها عادل عبد المهدي سوف لن يروق لها استمرار بالحكم، وسيعملون على وضع العراقيل له، وهذا هو جوهر نظام المحاصصة المعمول به في العراق. نظام المحاصصة هو نظام فاسد قائم على إيجاد الصراعات وخلق الأزمات، وليس إنشاء حكومات تقدم خدمات للمواطنين. إذن هي حكومة محاصصة، ولكن بشهادة نواب في مجلس النواب فإن الحكومة المقبلة كما تفضلت لن تختلف عن سابقاتها. إذن أين الوعود؟ نعم، ولكن أين الوعود التي أطلقت أنها ستكون حكومة إعمار وإصلاح ولن تكرر أخطاء ما سبقها؟ نحن نتمنى كل خير لشعبنا في العراق، ونتمنى أن يتجاوز الشعب العراقي هذه المحنة، ولكن المؤشرات كلها تدل على أن هذه الحكومة كسابقاتها هي حكومة محاصصة تخضع للصراعات السياسية. المرشحين الذين تم ترشيحهم من قبل كتلهم السياسية سوف لن يكونوا بإمرة رئيس الحكومة، مهما كان رئيس الحكومة وأيا كان، مهما كان توجهه وبرنامجه الحكومي وأيا كان شخصه. هؤلاء المرشحون هم تابعون ويأتمرون تماما بأمر الكتل التي رشحتهم، وهنا يعني كما قلنا هو جوهر العملية السياسية الاحتلالية، هو نظام محاصصة بين طوائف وكتل وقوميات، وليس على أساس الكفاءة وتقديم الأفضل للمواطن العراقي. هذا ما شهدناه في السنوات الماضية، وهذا ما نتوقع مشاهدته من في هذه الحكومة أو التشكيلة الحكومية الجديدة، وإن كنا هذا لا نرجوه بشكل كامل على الإطلاق. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من اسطنبول سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.